اسمعوا معايا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي قال لنا بلي أنه في نهاية العالم غادي تخرج واحد النار اللي هي عظيمة في أرض الحجاز، قال تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة، بمعنى هذوك اللي في الشام غادي يشوفوا هذيك النار اللي كتخرج في أرض الحجاز عند المدينة. في نظركم واش وصل هذا النهار من بعد هذا الشيء اللي ولينا كنسمعوا اليوم تيوقع في العالم من زلازل وعلامات، أو لا ما بقى ليه والو باش يوصل؟ الجواب غادي يصدمكم، ما تمشيو فين وتبعوا معايا حلقة الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. سؤال حلقتنا الليله اللي كنتمنى انكم تخليوا لي الجواب ديالو لتحت في التعاليق، غادي نشحر معكم شي شويه، ولكن اللي ما عرفش يقول لي لتحت في التعليق بلي انه ما عرفش الجواب، وهذا ماشي عيب لانه غادي يتعلم. شكون هي اول امراه في الاسلام توفات؟ فبلا ما نتعطل عليكم اكثر وخليني نقول لكم لنبدا. في القرن السابع الهجري قبل تقريبا من 700 عام خرجت هاد النار اللي دويت لكم عليها. وكانوا بعض اهل العلم عاشوا في هاد الايام. هاد النار خرجت عند المدينه واللي كانت سبقتها زلازل اللي قيل فيها بلي انه 6 او لا 7 ايام والارض وهي كتزعزع. فجأة غادي تخرج نار بالقرب من المدينة في الحجاز اللي كانوا تيشوفوها الناس، وخرجت أصوات واحدة أخرى لعباد الله ما عرفوش الأسباب ديالها، وهنا الناس تفكروا هذا الحديث وعرفوا بلي أنه الساعة راه قربات. فمشوا بعض أهل العلم للأمراء والحكام كينصحوهم ويفكروهم، وفي نفس الوقت كانوا الناس تيبكيو في مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تخيلوا غيتجمع كل شيء كبير وصغير حتى من الامراء والحكام في هذا المسجد، وهنا هاللي تيطلب التوبه، هاللي جالس كيذكر مولانا، هاللي خايف، هاللي تيصلي، وهاللي تيبكي الى ما اخره، كل واحد وحاله. فواحد من العلماء انذاك كتب واحد الشعر اللي فيه كيوصف الحاله نتاع المسلمين انذاك، اللي كان قال فيه: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد احاطت بنا بأساء، نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا احقاء، زلزال تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماء. وابيات القصيده كانت طويله لكي يوصفوا الحاله نتاع الرعب اللي وقعت انذاك في قلوب المسلمين مع طلبهم للمغفره من عند مولانا. هاد الحادثة وقعت قبل من 700 سنة. بزاف ديال العلامات الصغرى اليوم راهم بانوا، وانا على يقين باللي ان هذا الزمان اللي عايشين فيه هو اللي تكلم عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ما تنقولش انا اللي كنقول لانه ما عندي حتى شي علم باش نقدر نحكم، ولكن العلماء اجتمعوا على ان هذا الزمان اللي كنعيشوا فيه هو اللي تكلم عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خداع وكاذب اصبح فيه صادق، وصادق اصبح كاذب، زمن اللي فيه يخون الامين ويؤتمن الخائن. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في امتي كذابون 30 كلهم كيزعموا باللي انه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هكذا أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في أحد أحاديثه الشريفة، واليوم راه ظهر من المدعون بزاف. فوق من هذا قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بلي أنه الساعة ما غادي تشقوم حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدون الأوثان، وهذا اكبر دليل على انه الدنيا قربت للنهايه ديالها. وانتم راكم كتشهدوا على هذا الامر، دخلوا غير التيك توك والفيديوهات اللي فيه راه كيعطيوكم الاجوبه، لانه فعلا كنشوف اليوم بزاف من العرب من الجزيره العربيه فين هبط الوحي كيلحقوا بالمشركين وكينتسبوا الاديان واحده اخرى اللي فيها عباده الاوثان وغيرها. اكثر من هذا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حدد باللي انهم سوف يتبعون اليهود والنصارى، لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراعا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والسنن معناها الطريقه والافعال، والمعنى ديال هذا الحديث انكم تتبعون طريقه النصارى واليهود في الافعال ديالهم وحتى من حياتهم، متابعه اللي غادي تكون دقيقه شديده، تاركين سنته عليه الصلاه والسلام. وصور لنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شده هذه الاتباع فقال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، زعما غادي تتبعوهم في العادات ديالهم وفي التقاليد ديالهم، حتى لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخله المسلمون من ورائهم. ويمكن كجلنا كيعرف بلي انه الضب هو واحد الحيوان للجحر ديالو شديد الظلمه،
وأعزكم الله كيكون خانز وهو من الزواحف اللي تيكون في الصحاري العربية. في نظركم علاش الحبيب عطى المعنى بجحر الضب؟ لأنه يا سادة الكرام لشدة الضيق ديالو والرداء ديالو، وهاد المسلمين غادي يتبعوهم ولو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء. وللأسف هاد الشيء اللي وقع اليوم في العالم. باش نزيدكم تأكدوا أكثر غادي نعطيكم هاد الحديث اللي ما غاديش يخلي لكم ولو نقطة شك، أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. ويكثر الهرج يعني قلة العلم وقبض العلماء من علامات آخر الزمان وقرب الساعة. فقد روى البخاري وغيره أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وفي رواية: إن بين يدي لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وغادي يكثر الهرج. الناس ما غاديش يبقاو يعرفوا والو لا على الصلاة ولا على الصيام ولا على الصدقات. ودخلت عليكم غير بالله، خصوصا دوك الناس اللي تيكتبوا لتحت في التعليق: راني بغيت نصلي ولكن ما مواظبش ولا ما كنقدرش نواظب. انا بغيت نقول لكم تفكروا غير بلي انه حنا راه في اخر الزمان. تخيل تقوم الساعة دابا بلا ما تقول لا راه باقي، علمها عند الله. وحتى شي حد ما ضامن واش دابا ولا غدا ولا من هنا 10 سنين ولا من هنا 100 عام. حيت يا سادة الكرام اذا اقامت الساعه راه صافي، حتى شي عمل ما كيبقى كيتقبل ليك. واللي عطى الله عطاه، درتي شي خير راه طلع عند مولانا، ما درتي والو كلشي كيتحبس ديك الساعه. وانا اكيد واولكم انه معظم فينا صلاته ليست بمثاليه وما فيهاش خشوع، صلاته هي منفصله وغير متصله وما اخره، ولكن نطلب من الله الهدايه. المهم اننا نموت وحنا بصله على مولانا، حتى على الاقل اذا سئلنا في القبور ديالنا نقولوا بلي راه كنا كنصليو. علاش ذكرت الصلاه وما ذكرتش شي حاجه وحده اخرين؟ الصيام، زكاه، صدقات الى ما اخره. لانه اتفق الجميع من اهل العلم بلي انه من لا يصلي اعتذر ولكنه كافر للاسف. وهذا الشيء اللي عطى الله، وهذه ما فيها حتى شي نقاش. ما كنتش بدوري نقول لكم اللي ما كيصليش غافل ولا مذنب ولا شي حاجه اخرى، ولكن لا راه كافر. نرجعوا لموضوع حلقتنا. من غير هذا، الزنا اللي ولا منتشر وبالعلن في الدول العربيه مسلمه، والربا والمخدرات وكثره القتل والكاسيات العاريات وغير هذا. فالعلامات اللي ذكرهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تقريبا كلها بانت، ويمكن ديك الباقيه تقدر تبان مع الكبرى والله اعلم. الساعه قربات، شنو حنا صنعنا لها؟ لقوله تعالى: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربي تيقول بلي انه الساعه قريبه والناس تيصحاب لهم بلي انها بعيده، ولينا كنعيشوا السنه بحال الشهر والشهر بحال الاسبوع. وهذا ايضا من تقارب الساعه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم، ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كالضرمة بالنار. الحديث واضح بلا ما نشرحه. واش فراسكم ايضا باللي انه كل ما اقتربت الساعه كل ما مولانا كيقبض الصالحين اللي بهم ايه رحم هاد الارض بغيتي ولا كرهتي، كيقبض العلماء والدعاة حتى غادي تبقى هاد الارض خاويه منهم وعمره باش عمره غير باللي ما كيعرفوش المعروف وما كينهوش على المنكر، وفيهم اللي غادي يقيد الناس ويقودهم ويسير الامور ديالهم، وينطق فيهم الرويبضه. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه اللي كيتكلم في امر العامه. اما دابا غادي نتكلموا على الزلزال. واش هو من علامات الساعه؟ فكثره الزلازل هي من علامات الساعه. سمعوا: ما بين النفخه الاولى والنفخه الثانيه زلازل اللي غتستمر 40 عام، هذه النفخه الاولى. اما النفخه الثانيه هي نفخه الصعق، وهي النفخة الثانية من نفخات صور الملك إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. والزلازل هي آية من آيات الله تعالى. هاد الزلزال اللي وقع في تركيا وسوريا واش هو من علامة الساعة؟ فصراحة بحثت بزاف، وأغلبية الشيوخ اتفقوا على أنه هذا الكلام غير صحيح والله أعلم. دليلا على هذا بهذا الحديث سيقولوا عن عبد الله بن حوالة قال: وضع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يده على رأسه ثم قال: يا
ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، زعما المسلمين تجمعوا في آخر الزمان وبقوا في دولة واحدة في خلافة واحدة، وهذه الخلافة غادي تكون أيام المهدي المنتظر. إذا وقع هذا الشيء فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والبلابل هي الأحزان، الدجال ويأجوج ومأجوج وفتن كثيرة وكبيرة. فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ، سيدنا رسول الله تقول أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك، تقولها الإبن حوالة. يعني كثرة الزلازل اللي كيحسبوها العلماء من العلامات الصغرى ما غادي تكون إلا بعد وجود الخلافة في القدس. والدليل الثاني أنه علميا الزلازل ما تزادوش، حيتاش من بعد الإحصاءات اللي داروا فكل سنة كاين تقريبا نفس النسبة أو المعدل ديال الزلازل اللي كيوقع من هذه 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر، والله أعلم من بعد هذا. وأخيرا هذه الحلقة كلها هي تذكير وباش نقول لبعضياتنا فلنستعد لهذا النهار، حيتاش فعلا العالم يحتضر. احنا عايشين في زمن فتن رهيب وكنفروا من قدر الله إلى قدر الله، وهذه فرصة كبيرة أننا نجددوا العلاقات ديالنا مع مولانا ونجددوا حتى التوبة ديالنا. فأهل الجهاد الأكبر يا سادة يا كرام هم اللي كيجاهدوا النفس ديالهم قبل كل شيء وفي سبيل الله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم. ما تنسوش أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع محيطكم باش الفائدة تعم، لعل أنك تكون سبب في هداية شخص أقرب على قلبك أو لتفيقه من الغفلة دياله. نسأل الله الثبات والعفو والعافية، ونضرب لكم موعد بعد غد في برنامج هذه حكايتي. سلام سلام.